أكثر من 10 أسئلة يطرحها الزميل أحمد العطواني في توندو مع اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي علي حسين الرحيم. نشاهد. مرحبا كابتن حبيبي. من هو مثلك الأعلى؟ يعني بالملاعب؟ بكرة القدم. كرة القدم؟ راضي شنيشك. ما اسم فريقك الشعبي؟ اسمه؟ اسم فريقك لعودة. الشعبي؟ العودة، قطاع، قطاع 27. أفضل تجربة محلية لك؟ والله هي اثنين، هو الجوية والزورة. حلم كروي لم يتحقق؟ تأهل كأس العالم. لو لم تكن لاعبا ماذا كنت؟ والله ما أعرف. السؤال صعب. راح تكون مدرب لو بالعمل الإداري؟ يعني الأرجح بالتدريب. أكثر شيء زعجك بالرياضة؟ المشاكل. ما مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعبين؟ أكيد تأثير قوي، بس تعرف كل لاعبين يتحملون هذا، وكل لاعبين يعني يعرفون يخرجوا من هذه الأمور، وكل لاعبين صغار يعني مبتدئين مرات يوقعون مشاكل كثيرة. هتاف تعشق سماعه من الجماهير؟ هتاف جماهير الزوراء أكيد من راموسي، يعني دائما أحب هاي. لقب تعتز به كثيرا؟ لقب شخصي. لقب شخصي يعني أحمد الطيب، هواي عنده أسماء يعني يسميني جنرال أو يعني هواي أسماء. أفضل تجربة احترافية لك؟ يسموني يعني هواي. أفضل تجربة احترافية لك؟ الوكرة.